حلوين، عاملين ايه؟ رجعت لكم بفيديو جديد. لو لسه اول مره بتشوفي القناه بتاعتي، ما تنسيش تشتركي فيها من الزرار الاحمر اللي تحت، تخليه لون رصاصي، وتفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي. وكمان لو عجبك اعملي لي لايك حلو وكومنت عسل برياكشن. احلى 3 كومنتات بيطلعوا معايا كل فيديو. احلى 3 كومنتات المره دي خدت منهم 2 كومنت بس، عشان دول الوحيدين يعني اللي عجبوني بصراحه. كومنت من نونا احمد كاتبه لي انت عسل، بحب اتفرج عليك حبيبه قلبي. تاني كومنت من ميادة السعيد، بحبك بليخ، بحبك 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 خالص، بحبك، ربنا يوفقك ويكرمك، وانت حته سكر يا احلى ميره حبيبه قلبي. وكنت كاتبه لي على فكره ان انا ما باخدش الكومنتس بتاعتك، على فكره والله العظيم يا جماعه انا باخد الكومنتات، انتوا بس اللي مش بتتابعوا الحته الاولانيه في الفيديو. انا على طول بقول احلى 3 كومنتات. النهارده الفيديو اللي طلب مني كتير جدا، وهو روتين بشرتي للحفاظ عليها من جفاف الشتاء. ايه الروتين اللي انا بستخدمه الايام دي وفارق معايا جدا، وكمان بيحافظ على بشرتي من الجفاف في الشتاء؟ تعالوا نبدا للبشره، بس هعمل للشعر وهعمل للجسم وهعمل لكل حاجه. تعالوا ناخدوها جزء جزء. اول حاجه طبعا الغسول، ولازم لو انت بشرتك جافه، بشرتك دهنيه، بشرتك مختلطه، في الشتاء كل البشرات بتجف، لازم تستخدمي غسول يكون بيرطب البشره وما يكونش بيجفف الشعر. جفاف بقول لكم ما يكونش بيجفف الشعر، ما يكونش بيجفف البشره. لو حصل جفاف للبشره في الشتاء، جفاف بشره يعني تجاعيد، يعني مشكله، يعني قشور، يعني بوظان الشكل، يعني بهتان، يعني بص يعني مشاكل كتير جدا. والغسول اللي بصراحه ارتحت عليه في الشتاء وكنت يعني مش مصدقه ازاي غسول رخيص كده قادر انه يغير بشرتي 180 درجه، وازاي قادر ان هو يرطبها، وازاي قادر ان هو يفتحها ويغذيها، وهو الغسول ده غسول ايفا بالجلسرين، ده من الصيدليه ب 30 جنيه بس. شايفين الحجم بتاعه قد ايه؟ قاعد معايا بقاله شهرين ولسه هيقعد تاني، فاضل الكميه دي كلها فيه. الغسول ده حلو جدا، مش بيسيب البشره جافه، بينظف البشره كويس، بس مش تنظيف عميق زي ما انت متخيله، بينظفها التنظيف اللي انا محتاجاه في الشتاء، لان البشره مش بيبقى فيها دهون ولا بيبقى فيها عرق ولا مثلا بتخرج كتير زي الصيف. التنظيف بتاعه حلو ومناسب للشتاء، كسعر مناسب، كحجم مناسب، حلو جدا. في منه ببروتينات اللبن لونه ازرق، في منه ايفا بي وايت اللي هو بيفتح البشره، ده وايفا بي وايت الاثنين استخدمتهم، الاثنين توب توب توب، تحفه من الحاجات اللي فرقت جدا في بشرتي وحبيتها جدا. يبقى ده الغسول اللي بستخدمه الايام دي. تاني خطوه مهمه جدا هو خطوه التونر بالنسبه للبشره الدهنيه اللي زي حالاتي والبشره المختلطه. التونر من الحاجات المهمه جدا، كنت بستخدم تونر خل التفاح، كنت بصنعه يعني بايدي في البيت وعلمتكم ازاي الطريقه، بس بما ان احنا في الشتاء مش في الصيف، فتونر خل التفاح كان بيعادل نسبه الحموضه في البشره، وكمان بيوزن الدهون في البشره وانها ما تكونش كتير وتطلع حبوب. بس انا في الشتاء مش محتاجه كل ده، محتاجه تونر يرطب بشرتي ويحافظ على حجم المسام وما يوسعش المسام. فالتونر اللي كان مناسب ليا الفتره دي هو تونر ايفا بالكولاجين، انا كده بستخدمه بقالي اسبوعين. التونر ده بينعم البشره، بيرطب البشره، بيضيق حجم المسام، بس مش بيخفيها خالص، لا بيضيقها، وده اللي انا كنت محتاجاه في الشتاء. التونر ده حلو معايا جدا جدا، ارشحه لكم وبشده وبالذات في الشتاء. بس سيبكوا بقى من ان هو تجاعيد ومش تجاعيد والكلام ده، فلا يعني. واجمل حاجه فيه ان هو عادي تستخدميه لتحت العين، بس انا مش بستخدمه، بس يعني هو امن لدرجه ان انت عادي تستخدميه لتحت العين. التونر ده انا قلت لكم ده ب 30، التونر ده كان ب 80 جنيه بنات، وبجد حلو جدا يعني. وكويس ان انا بستخدم غسول وتونر من لاين ايفا. تالت حاجة طبعا الترطيب، يعني الترطيب الوش ده حاجة مهمة جدا، وبستخدم لاف ناتشر بالنعناع والليمون الايام دي اللي هو ده كده، حلو قوي قوي. هو الترطيب بتاعه كويس، ما يعتبرش ترطيب عميق، بس ترطيبه كويس بالنسبة ان انا بشرة دهنية يعني. بص انا مستخدمة نص لحد دلوقتي، ريحته يعني فيها نعناع كده بسيط وليمون خفيف، بس الريحة اللي ظاهرة فيه نعناع اكتر. الكريم المرطب ده ب 75 جنيه من اوريفلام، حلو جدا، ما طلعليش حبوب، مش بيدهنن البشره في الشتاء، بس سمعت انه بيدهننها في الصيف، هجربه واشوفه.
سعره برضه مناسب، حجمه حلو، اهم حاجه ان هو ما عملليش حبوب، لان انا استخدمت كريمات كتير جدا الفتره اللي فاتت وعملت لي حبوب وبوظت بشرتي، ففرحت بدا جدا ان هو ما طلعليش حبوب ولا عمل لي حاجه، بس مناسب جدا جدا معايا يعني بالذات الفتره دي. طبعا مع دخول الصيف اكيد هغير الروتين ده، لان زي ما انتوا عارفين الدهون بتزيد في البشره والدنيا بتبوظ خالص. بعد كده طبعا من الحاجات المهمه اللي ما ينفعش اي نقاش فيها بالذات في الشتاء هو ترطيب تحت العين. في ناس كتير جدا بتهمل الخطوه دي، والخطوه دي هتؤدي لظهور هالات جفاف تحت العين، تجاعيد بالذات لو انت خلاص عديتي سن العشرين والكولاجين بدا يقل من بشرتك، فاحنا محتاجين ترطيب جدا للبشره والشعر وتحت العين وكل حاجه. حلو جدا الكريم ده من لاف ناتشر بجوز الهند، ده بالالوفيرا والكوكونات ووتر، ده بجل صبار ومية جوز الهند، مش زيت جوز الهند، مية جوز الهند، قوامه جل ب50 جنيه، سعره مناسب، حجمه مناسب برضو، اعتقد لما يخلص هجدده تاني لانه قوامه جل فهينفعني في الصيف زي ما هينفعني في الشتاء. هو المفروض في الشتاء كنت جبت حاجة قوامها كريمي، بس ده اللي لقيته قدام مني وخلاص جبته، بقى هخلصه واكرره تاني باذن الله على الصيف. فده من الحاجات اللي المفروض تشتريها والمفروض تكون عندك في الشتاء من ضمن الروتين بتاعك، لانه من الحاجات المهمة جدا 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 يعني. تعالوا بقى اهم خطوتين، استنوا حاجات بتطول مني يا جماعه، طرحت ايه اهو. تعالوا من الحاجات المهمه جدا 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 واللي انا حقيقي ما اقدرش استغنى عنها، وهو مرطب الشفايف. انا بستخدم كذا مرطب فهوريه لكم. بصوا ده كده لما باجي اصور ده بيديني لون بس بدل ما احط روج، تمام؟ فده زيرو ترطيب بس بيدي لون، ده بقى بيدي لون 24 ساعة، ترطيب متوسط حلو جدا لو انت نازلة نزولة صباحية، نازلة نزولة مسائية، يعني في النزولات وعايزة ترطيب متوسط بس كده، هيديك ترطيب متوسط وهيديك لون في نفس الوقت كأنك حاطة روج، ده للخروج بصراحة. بالليل بقى قبل ما انام ولا بحط ده ولا بحط ده، انا بستخدم الفازلين كماسك ليلي للشفايف، حلوة جدا، بصحى الاقي شفايفي مترطبه، لو في تشققات بصحى الاقيها اختفت، بيفرق جدا في شكل الشفايف، بيفرق جدا اصلا معايا يعني بصوره عامه، فتحفه جدا جدا. وبرطب بيه كمان حواجبي وتحت عيني قبل ما انام كماسك ليلي، فبيفرق معايا جدا جدا. بصوا بقى انا كنت بستخدم الفتره الاخيره لي بالم، ده من بصوا اسمه سكان لون، يا رب اكون بقرا صح. هو شكله كده شبه الكوره، مش عارفه رينج لايت اهو، بس هو اتكسر مني وقعد كسر مني، ده كان جايلي هديه. بصوا بنات انا يعتبر خلصته اهو، هي كانت الكوره اعلى من كده بكتير، انا كده يعتبر خلصت نصه، ما بقاليش فاضل غير الكوره اللي جوه ذات نفسها. الماسك ده حلو كترطيب، بيدي ترطيب الفازلين بس اقل من ترطيب الفازلين بشويه، بس ما بيديش لون، ما بيديش حاجه، بس بيدي حاجه شبه التجييره كده، دي بصراحه اللي انا ما بفضلهاش، بيدي كان شفايفك مجيره لونها ابيض. انا خطيبي بيجي قبل كده وانا حاطه فبيقول لي ايه ده شفايفك مقشره ليه، قلت له لا ده مرطب، قال لي ما تحطوش تاني، بيدي شكل كده مجير للشفايف، ما عجبنيش التجييره بتاعته، بس كترطيب حلو جدا بيرطب الشفايف. بس عايز تستخدميه ما يكونش خلاص قبل ما تنامي، او ما تكونش هتقعدي قدام حد، يعني انه بيدي شكل مقزز للشفايف بصراحه. بس كده حلوين، ده كان الروتين بتاعي في الشتاء للحفاظ على بشرتي. اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم، ما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو ده واشتراك للقناه وتفعلي زر الجرس للكل عشان يوصل لك كل فيديو جديد انا بقدمه في القناه بتاعتي.